اخذت المجال ده هواية، يعني النظام يعني ترفيه، ما كنتش حاطط في دماغي اي بطولات ولا اي حاجة لمدة يعني سنة كده. وقمت حصل ظروف ما كده، قمت متنقل للمنصورة للكابتن محمد طه أكاديمية طه للألعاب القطرية في عزبة عقل. بدأت بقى الرحلة بتاعتي بقى، بدأت عند 17 سنة زي ما قلت لحضرتك، كنت واخدها ترفيه، ما كنتش واخدها في يعني حاطط في دماغي مثلا نظام بطولات ولا كده. بدأت بقى بعد ما رحت المنصورة الكابتن محمد طه، بدأت بقى إن أنا أخش بطولات جمهورية، ودخلت أول مرة دخلت بطولة جمهورية تحت 18 سنة، أول مرة بطولة الدقهلية الأول دخلت بطولة جمهورية تحت 18 سنة، وبعدها دخلت بطولة الجامعات خدت فيها أول الحمد لله على مستوى الجامعات. بعدها دخلت بقى بطولة جمهورية تاني، جبت مركز تالت، وبعدها دخلت منتخب مصر عملنا تصفيات ورجعنا دخل عملنا تصفيات تاني، والحمد لله صورت بطولة العالم بإذن الله. دخلت منتخب مصر ده ببطولة الجمهورية، طبعا تمرين طبعا مكثف، يعني جدول طبعا بالمواعيد، جدول نوم وجدول أكل كل حاجة بالمواعيد. طبعا انت دخلت المنتخب ده يعني انت بقيت دلوقتي اسمك بتلعب باسم مصر، بتلعبش باسم عادل، لا انت بتلعب باسم مصر واسم قريتك واسم الناس اللي بتحبك، اللي ما واقف في ظهرك، اللي ما بتأثرش معاك، سواء امك والدتك ابوك، يعني سواء الناس دي كلها واقفة في ظهرك. معايا بطولة العالم، بطولة العالم دي كانت يعني تعب السنين، بقالي 3 سنين يعني تمارين مكثف كل يوم مباراة منصورة، يعني زي ما حضرتك شايفة الطريق كده، الطريق كلهم زحمة، كلهم بروح المنصورة، أطلع من الصبح الساعة 8 أنا ووالدي، منجيش إلا الساعة 9 بالليل 10 كل يوم كده، نروح التمرين، لا نروح السنتر كورس عشان التعليم، نروح الجامعة، يعني الحمد لله، والحمد لله ربنا عوض على الواحد الحمد لله.